العالم بقى دلوقتي بيتكلم في ايه؟ العالم بيتكلم من امبارح على انه بعد الجلسة اللي تمت في تركيا في مفاوضات ما بين اوكرانيا وما بين روسيا، خرج الجانب الروسي بيقول حاجتين. بيقول احنا هدفنا من العمليات العسكرية في اوكرانيا ان احنا نحرر ونسيطر على الجزء المؤيد، الجزء على خريطة اوكرانيا، في جزء صغير كده لازق في ترك لازق في روسيا، هو مؤيد للاستمرار مع روسيا. ولو تفتكروا حضراتكم قبل بداية الغزو على طول كان الرئيس الروسي بوتين قال احنا اعترفنا بالجمهوريتين دول. فامبارح اللي كانوا قاعدين في الاجتماع ده قالوا والله احنا خلاص احنا دلوقتي الاولويه بتاعتنا هي ان احنا نحافظ على الجمهوريتين دول، وان هم هيبداوا ينسحبوا من حوالين العاصمه الاوكرانيه كييف. ده كان اهم كلام. وقالوا كمان ان احنا والله لو وصلنا لمستوى معين من المفاوضات احنا ما عندناش مانع انه يبقى في لقاء يتم ما بين الرئيسين، ما بين الرئيس الاوكراني والرئيس الروسي. فده كان يعني ده كان حاجه غير متوقعة بالنسبة للناس أنهم يوصلوا للكلام ده في التصريحات، يوصلوا المستوى ده في التصريحات. الجانب الثاني أمريكا وإنجلترا قالوا لا إحنا مش هنعمل أي حاجة ومش هشيل أي عقوبات إلا ما نشوف ده بيتنفذ على الأرض. هل إحنا داخلين بالفعل لمشهد تفاوض؟ هل الحرب هتقل أو لغة السلاح هتقل والتفاوض والسياسة هي اللي هتزيد؟ دكتور عبد المنعم سعيد برحب بحضرتك معانا يا فندم، أنت الأقدر على الإجابة على هذا السؤال، خصوصا واحنا دلوقتي بقينا كلنا بنبص على اوكرانيا علشان بنبص على جيوبنا وسلعنا في مصر. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. بصحه وسلامه. شكرا يا استاذ شريف. يعني هو عايز اقول لك ان احنا لسه عندنا طريق طويل شويه، يعني انما الكلام دوت بيقول ان احنا بادئين حاجه جديده كان لها يعني بعض مؤشراتها قبل كده في الحرب نفسها. يعني لو تبص على الخريطة وتاخد خط كييف لأوديسا تحت اللي هو الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود، هتلاقي إن غرب هذا الخط تقريبا روسيا لم تتخطاه ربما إلا مرة واحدة لما اقتربت من إحدى المدن اللي كان فيها يعني تواجد لبعض الأجهزة الدولية لها علاقة بالأمن وغيره وقصفتها. إنما يعني فيما عدا ذلك كان التركيز الأساسي على منطقة الشرق، وطبعا كان الوضع في البداية مختلف عما يقال الآن. يعني كان المسألة تغيير نظام الحكم، هو أول ما دخل قال تغيير نظام الحكم ويعني نزع سلاح أوكرانيا بالكامل وانه يعني دي نازيفيكيشن، استخدموا تعبير نزع النازيه عن 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 اوكرانيا، وانها تبقى منزوع السلاح الى جانب تعهدات من الجانب الغربي ان هو لن يتقدم باسلحه حلف الاطلنطي الى اوكرانيا. فواضح جدا انه في جزء من التواضع الكبير الان في الاهداف الروسية، خاصة ان هم تقريبا رفعوا الحصار عن كييف، وكانوا في الحقيقة الواقع العملي في العمليات العسكرية هي ان روسيا خارج المنطقة الروسية اذا جاز التعبير او الناطقة باللغة الروسية لم تسيطر على اي مدينة. يعني طب يعني هو ده تراجع سياسي بسبب التراجع الميداني او عدم القدرة على تنفيذ الاهداف العسكرية؟ التراجع الميداني واحد، اثنين طبعا قسوة العقوبات الاقتصادية. اعتقد ايضا انه روسيا لم تجد في الصين ما كانت تأمله من تأييد ومساندة، انه ممكن يكون دي محتاجة كان ايه شكل التأييد والمساندة اللي متوقعينه من الصين اكتر من كده؟ اللهجة الصينية كانت، لا لما نبص على الوثائق اللهجة الصينية كانت أكثر برودا بكثير مما يتوقع الروس. موقفهم من الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن. الصين خدت من الحرب الموقف من حلف الأطلنطي حتى لا يتكرر ذلك فيما يتعلق بتايوان إذا أرادت يوما يعني أن تضمها بشكل غير سلمي. إنما غير كده هي في الحقيقة لم تؤيد أبدا ان القرم يبقى جزء من روسيا، ولا ايدت موضوع الغزو. يعني قالت هذا مشهد لا نريد ان نراه. طيب يعني كل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده معناه
تراجع لروسيا. انا عايز اضيف له بس عامل واحد، انه في خلخله ليست قليله داخل الجبهه الداخليه الروسيه، تظهر من افعال الرئيس بوتين، انه يطلع مثلا في الاستاد عشان يبين ان عنده مؤيدين، انه هو اعلن ان في ناس خونه وناس اللي الى اخره. ففي بعض الخلخله الداخليه تضاف لهذه الاسباب لماذا غيرت روسيا موقفها الان. ده معناه يعني اصله ان كان اللي انا فهمت صح فده معناه تراجع روسي، واذا كان ده تراجع روسي فهو تراجع اسرع مما كان متوقع كمان، لانه الخسائر مش قليله. ويمكن يعني انت شايف شهر ده بالنسبه للشعب الاوكراني كان كتير جدا، كان ثمنه 4 مليون لاجئ و9 مليون نازح، ويعني مدن دمرت. صحيح. يعني لا يعني يعني يمكن ايه، لان احنا ابتدينا نعد نفسنا الى حاجه يعني فوريفر وور. لكن زي ما قلت تاني ان الموضوع ده لتفصيله انا اعتقد هيحتاج فتره اطول من اسابيع الى شهور. بس هو على الاقل يعني مشهد سياسي يبدا. لا مشهد سياسي طبعا يبدا، هي بقى الصيغه، مين اللي بيتفاوض مع مين، الخطوط لغايه فين، التفاصيل. اوكرانيا طبعا مش عايزه تسلم، روسيا لا تزال تريد اعترافا اوكرانيا بضم هذه المناطق، وايضا الاعتراف بان القرب جزء من روسيا. ودي يعني والتزام انه اوكرانيا مش هتبقى جزء من نيتو باي شكل من الاشكال. دي انا رايي انها اسهل موضوع من الاول، يعني ما كانش كان في كلام حوالين الموضوع، كان في ايضا اصوات داخل الولايات المتحده رافضه مثل هذا الموضوع بشكل كامل. يعني كل انصار المدرسه الواقعيه في امريكا، جون مارشهايمر و ستيفن وولت واخرين، قال لهم صراحه ان موضوع مد حلف الاطلنطي بالطريقه دي، اولا هو مش محتاجها. يعني الناس ساعات تنسى ان حلف الاطلنطي موجود في دول البلطيق الثلاثه، ودي في حضن روسيا. يعني اشمعنا اوكرانيا؟ يعني أي. في ثلاث دول موجودين داخل، لما نبص على الخريطه على الحدود الروسيه مباشره، ولو عدينا وصلنا لروسيا الاسيويه بقى هنلاقي قدامها اليابان اللي هي على معاهده تماثل حلف الاطلنطي مع الولايات المتحده الامريكيه. فهو يعني روسيا من الناحيه الجغرافيه عندها عمق استراتيجي كبير جدا، وده لفائدتها، لكن من جانب اخر العمق الاستراتيجي الكبير ده بيقربها من حلفاء للغرب وللولايات المتحده، واخده صيغ زي معاهده الدفاع اليابانيه الامريكيه وصيغه حلف الاطلنطي في اوروبا. فهو كان حكاية الهجوم على أوكرانيا بالذات في شوية يعني طب ليه اشمعنى؟ يعني ما هو أنت عندك اوريدي في ثلاث دول فيهم قوات حلف الأطلنطي وصواريخ حلف الأطلنطي. لا هو كمان الـ يعني الخلفية التاريخية والثقافية عند نظام الحكم في روسيا بغض النظر عن اسمه إيه وعلاقته بأوكرانيا، بالتالي ده كان جزء كبير. يعني المهم طبعا الاسباب بقى نرجع لحاجات كتير، يعني اوكرانيا صحيح. كانت هي وروسيا من اثناء فتره الاتحاد السوفيتي كانت من الجمهوريات اللي نقدر نقول عليها مزدهره، يعني منها طلع خروتشوف او طلع منها ناس كانوا كبار في الحزب، وكان قبل الاتحاد السوفيتي بالنسبه لهم كان اسمها روسيا الصغيره ليتل راشا. بس زي ما حضرتك بتقول يعني انه فكره بدايه عمليه سياسيه، ممكن دي تبقى مرحله، هي المرحله الاهم دلوقتي، على الأقل العالم كله يبدأ ياخد نفسه بغض النظر عن الفنيات وصعوبات التفاوض. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم دكتور عبد المنعم سعيد. تحت أمرك، أهلا بك، تحياتي لحضرتك وصحتك طيب يا فندم. اللي كان